ما حكم الذين يلزمون الناس بتبديع بعض الدعاء وبناء الولاء والبراء على ذلك وهجر من لم يبدع؟ لا تلتزم بهذا ولا تطيعهم بهذا. أنا بريء من هذا ولا معافين الله من هذا ولا أدخل فيه ولا أعرف عنهم شيء. نعم. تقول من قال أذكار بعد الصلاة قادم المسجد قد يحصل على الأجر؟ إن شاء الله إن شاء الله إذا جاء بالأذكار كونه يأتي بها وهو جالس بعد الصلاة أفضل، وإذا كان للشغل وقام يأتي بها في طريقة أو في أي مكان.